أكثر من 100 أسرة تم إخلاءها بالفعل من هذه المنطقة، منطقة الرزاز بالدويقة. نفس العدد تقريبا سيتم إخلاءه في الأيام القليلة القادمة وسط اعتراضات كبيرة من الأهالي. 16 منزلا في هذه المنطقة يمثلون خطورة بالغة على حياة قاطنيهم، وهو ما استدعى محافظة القاهرة لنقلهم وتسكينهم في أماكن أخرى. البيوت مبنية بدون ترخيص، البيوت مبنية تحت هضبة، البيوت مبنية على أرض ملك الدولة، البيوت مبنية في مكان مطلوب لعمل تثبيت للهضبة اللي هتقع في أي لحظة. هي دي قضية. قرار المحافظة جاء بعد تكرار انهيار الصخور في هذه المنطقة أكثر من مرة خلال الأعوام القليلة الماضية، لكن الاعتراض ظل هو موقف الأهالي. بيتي ده كان أرض أنا شريته وبنيته على رأسي أنا وعيالي، عيالي فيهم، كان في مجاري، كنا بنشيل المجاري دي على دماغنا، ما قالولناش لا ما تبنوش. لا لا، انا اروح فين؟ اخد شقه مؤقت 6 أشهر وامشي، وبعد كده اترمي في الشارع. هم دلوقتي مش عايزين يشيلوا مساكن الحرفيين وهيشيلونا احنا دلوقتي، بيقول لك هنشيلكم بجوه الكبريه. ما ينفعش ان احنا نتشال بجوه الكبريه ولا نتبهدل. القرار جاء بعد توصيه لجنه ضمت نخبه من خبراء الجيولوجيا بالجامعات المصريه، حيث اوصت بضروره حمايه الارواح من هذه الخطورة الداهمة. فيش أي إخلاء بالقوة الجبرية. إحنا بقول لحضرتك إحنا عدنا يعني حوالي أسبوع على بال لما ننشر الفكر إن في خطورة داهمة نظرا للصخرة اللي أنا قلت الجرابك عليها. ربما وجد هؤلاء الأهالي أنفسهم أمام مصير وحياة جديدة قد يتخوفون من تبعاتها، لكن قطعا الحفاظ على الأرواح هو مهمة في غاية القداسة. طارق أحمد، هنا العاصمة.